تعتبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي ذات أهمية كبيرة وشهرة واسعة، فهي لم تعد حكرا على الحاسبات الإلكترونية، بل أصبحت متواجدة أيضا على الهواتف الذكية والحاسبات الشخصية واللوائح الإلكترونية، وكثر التعامل بها بين الناس، فيتواصلون عبرها لمعرفة أخبار بعضهم، إلى جانب إرسال رسائل وتلقي الأخبار والموضوعات وكل ما هو جديد في الساحة. فرضت نفسها بقوة داخل المجتمعات العربية خلال 10 سنوات الأخيرة، مما أثر على حياة الناس سلبا وإيجابا. تتلخص الإيجابيات بأنها مصدر جديد وسريع للمعلومات، كما وفرت مساحات كبيرة للشباب للتعبير عن وجهات نظرهم، وأصبحوا يتبادلون الرسائل الثقافية والأدبية والسياسية والاقتصادية والترفيهية والأخبار للتأثير على الرأي العام بشكل قوي. ساهمت في تحويل المستخدم من متلق للمعلومات كما في وسائل الإعلام التقليدية إلى منتج لها ومشارك فيها، وبذلك تحول الأفراد إلى مواطنين صحفيين. تتمثل سلبياتها في العديد من الأمور، أهمها عدم التأكد من مصداقية الأخبار المنشورة، وعليه لا يجوز أخذ هذه المواقع والبرامج مصدرا موثوقا للمعلومات. يقضي الناس ساعات طويلة في استخدامها وإدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية التي تحتويها، مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض نفسية عصبية، كما تحتوي على مواد تتعارض مع قيم مجتمعنا العربي والإسلامي. وعلى الرغم من زيادة أدوات التواصل، إلا أن هذا الأمر أثر سلبا على التواصل السمعي، أي المحادثات بين الناس، والتواصل المكاني، أي الزيارات. عايشة، أنت من مؤيدي كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوف، وسائل التواصل الاجتماعي محمد مثل ما ذكرنا أو ذكر التقرير إلها إيجابيات وإلها سلبيات. ممكن أن من إيجابياتها أن أنا أكون صحفي في نفس الوقت، يعني آخر المستجدات والأخبار توصلني أول بأول. هذا بس من بعض الأشياء، الأخبار عايشة ما تكون موثوقة. لازم نتحرى الدقة في الأخبار، نأخذ من مصادر موثوقة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وممكن أيضا وسائل التواصل وقت الفراغ أن تسليك، مثلا نشوف الانستغرام، تويتر، حتى اليوتيوب وغيره. يعني انت ما بين مؤيد ومعارض؟ ومعارض، خاصه للاطفال، انا من المعارضين وبشده للاطفال. احس ان الاطفال صاروا يستخدمونه بكثره، وممكن انه يشتت ذهنهم وحتى يدخلون مواقع غير مخصصه لسنهم. صحيح، وهذا يعني طبعا هي اكبر كارثه يعني. صحيح. نعم.